حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لماذا قال ست والأيام مذكرة؟ فالأصل أن يقال ستة، كما قال تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالجواب أن العرب إذا عدت الليالي والأيام ولم تضف العدد إلى الأيام فإنها تغلب الليالي، فمتى ما أرادوا عد الأيام عدوا الليالي، ومرادهم الأيام كما في هذا الحديث، لأنه لم يقل ستة أيام، لم يأتي بكلمة الأيام. ولذلك صح أن يقال من حيث الأغلب ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال، ويصح ستة من شوال، لكن الأغلب ستا. نظير هذا قوله عز وجل: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني عشرة أيام، لم يقل وعشرة لأنه لم يذكر الأيام. قوله عز وجل لما قال: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، هنا ذكر اليوم. ما الذي بعدها؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، لم يقل عشرة مع أنها راجع الأيام، لأنها لما حذفت لم تذكر التاء. أما قول سبع ليال وثمانية أيام لأن الليال ذكرت فكان اللفظ سبع، والأيام ذكرت فكان اللفظ ثمانية أيام، فلا تغليب هنا.